سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، غنقدم معاكم واحد الباكيت كيجي اكثر من رائع، زوين وزال وصحي. المهم داخله فيه السميده الرقيقه، راه ماشي كله فورس، وراه ما فيهش شي مقادير، والعجينه ديالو زوينه وغادي تعتمدوها وغادي تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتوها وتبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخر كما غنوريكم لي زيتاب كاملين تمشيو معاهم هما هذوك، راه غتجيكم العجينه زوينه. المهم غنبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم. غنبداو بالسميده الرقيقه. عندنا نص لتر ديال الماء يكون دافي ماشي سخون، غنديرو في داك في هذيك فاش غادي نطحنو. نتوما الا عندكم مولينكس، ما عندكمش هذا الميكسر بحال اللي عندي انايا، ديرو في مولينكس يكون احسن. المهم ديرو السميده كامله دقه واحده. هانتوما غتشوفوا معايا، غندير تقريبا ثلث وغنبقى نزيد شويه بشويه. هنا زدت واحد المعلقه ديال سنيده كبيره، وغادي نطحن مزيان ديك السميده، السميده الرقيقه بحال مثلا ملي كنبغيو نديروا البغرير، بحال غنخدموا البغرير، غنخدموها مزيان حتى تطلق الخيط ديالها. انا زربت الفيديو هنا باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وغادي نبقاو نزيدوا داك شويه ديال السميده شويه بشويه وحنا كنطحنوا. راه ساهله البنات، تكونوا كديروا الغداء ولا كديروا العشاء، انا هنا راه كنوجد العشاء ديالي وانا كنصايبو معاكم. المهم غنطحنو مزيان، وغادي نزيد غنزيد عليه الخميره، معلقه ديال الخميره ديال الخبز. باش هذيك باش الخميره دابا غتفاعل ليا مع السنيده، مع الطحين كتفاعل كتخمر، تبارك الله عرفتي كيخمر كيطلع قدو قداش، لا في الخميره كيطلع وملي كيطيب عاوتاني راه كيكون الكميرات رقاقين. هانتوما غتشوفوا معايا، وكيجيو الكميرات عالين وغلاضين، يعني تقدروا تعمروهم بالخضره، بخيزو ومحكوك خضر وبالطون وبمطيشه، تقدروا ديروا فيهم الكفته اللي بغيتوا. المهم راه كيجيو الكميرات كبارين، كيجيو من الداخل مفشفشين وغزالين رطبين. المهم كنتو غديروهم غديروهم على حساب الساندويتش، غديروهم بحالي انا كبارين. كنتو غديروهم بحال هكا الزبيده وكوفيتير وفرماج وداكشي كاسكروط ولا الفطور، غادي ديروا الكويرات صغيورين باش يجيكم الباكيطات يجيكم صغيورين. هانتوما غتشوفوا معايا، صافي دابا راه تطحن. غنجيب العجانه، عندك العجانه ديري في العجانه، ما عندكش العجانه ديرها اختي غير في هذا، ديري غير في القصريه وعجنيها عادي جدا. انا حيت ما مسالياش هنايا كنوجد العشاء داكشي باش ما عجنش بيدي، اما انا ما كنستعملش العجانه بزاف، قليل فين كنستعملها. صافي دابا غادي نزيد معلقه ما عمرش ديال الملحه، انا عطيتكم العبار اكزات، كتجي الملحه هي هذه، كتجي مقاده ما مالحه ما مسوسه ما والو، جوج معالق ديال الزيت الروميه. بغيتو ديروا زيت البلديه ديروها ماشي مشكل، ما غاديش المذاق ديالها اصلا باين حيت غير جوج معالقات. غادي ناخذ هنايا ثلاثه ديال الكيسان ديال الفورس، راهم مغربلين، غندير ثلاثه دابا وربعة والرابع زعما غتشوفوا فوقاش غادي نديروه. هانتوما بقاو معايا، غادي نخلط غير شي شويه ونجمع بيديا باش يتجمع ليا هذا، وغادي نزيد نص خماره ديال الحلوه، نص خماره ديال الحلوه ومعلقه ديال الزبده. صافي وغنديرها في العجانه تعجن مزيان. هانتوما غتشوفوا معايا ملي تعجن مزيان ودخلها العجينه، هذيك الساعه غادي نوقفوا العجانه وغنزيدوا كاس ديال الفورس اللي غيكون هو الاخر. في الطوطال غيكون عندنا 4 الكيسان ديال الفورس. هانتوما البنات عقلوا معايا، نص كيلو ديال السميده الرقيقه و 4 الكيسان ديال الفورس، هادشي اللي فيها، ما فيهاش شي حاجه اللي هي زعما كثيره ولا شي حاجه. صافي كما كتشوفوا، نتمنى نكون كنوصل لكم الشرح هو هذاك. غير غادي نجمعها صافي وغنديها للعجانه تعجن.
كنتي عندك غتعجنيها بالقصريه وتعجنيها بيدك، غادي دير 4 ديال الكيسان دقه واحده، غديريهم كاملين وغادي دوريها بحال هكا بين يديك، ما تدلكيهاش، غديريها في الميكا وغتخليها شويه تتخمر شي شويه تطلق، عاد جبديها ودلكيها مزيان باش تجيك ساهله، باش ما تاخدش منك شي مجهود ولا شي حاجه. غندير نص خماره هنايا صافي. تيقوني يا البنات هاد العجينه كتجي غزاله غزاله والله العظيم، كتجي غزاله وبنينه. معلقه ديال الزبده صافي كافيه. هانتوما انا كنمسح معاكم المعلقه كندخلها في العجينه باش ما يبقاش داكشي غير كيلصق في الحلفه ديال الغسيل الماء. انا كنشارك معاكم بزاف ديال الحاجات، اي حاجه كنديرها ما كنقطعش معاكم بزاف. المهم هاي دابا كتسدلك كما كتشوفوا، غتسدلك. انا غنقطع معاكم شويه دلك، ماشي الوقت، ماشي الوقت كامل اللي دلكت هو اللي بينت لكم. دابا غادي نزيد الكاس الرابع وغادي ندير ديك الغطايه ديال العجانه باش ما يطرش ليا الطحين الفوق. صافي نديرها نديرها وانا غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش خص القوام ديال العجينه يكون. هاي دابا دلكات مزيان، هاي ملي كتجمع ما كتبقاش لاصقه في الجناب، راه صافي راه تكون دلكات. ها نتوما شوفوا القوام كي داير، راه هي واخا خفيفه ولكن ما كتلصقش في اليدين. انا كنوريكم كنحاول، ها نتوما راه هي رطبه ماشي قاصحه، حيت ملي غنحطوها تخمر غادي تزيد تشرب شي شويه. غنخليها غنغطيها بالميكا ونخليها تخمر ونعاود نرجع معاكم. هانتوما شفتوا معايا انا خرجت من الهواء اللي فيها، عادي راه كلكم كتعرفوا تخرجوا الهواء من العجينه. دابا غادي نقطعها هاد العجينه اللي درت، عطاتني 8 ديال الباكيطات، بالحق راه كيجيو كبارين، الا بغيتيهم صغار غادي يخرجوا لكم 16 باكيطه، خير البركه. غديروا غتصايبوهم واستهلكتهم، وهذاك اللي بقى لكم غديروا في طاسه وديروا في الفريغو، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه. ملي تبغيوهم غتجبدوهم تسخنو في بانيني غير محلول، ما تبريسيوهمش، ما تزيروش عليهم، صافي وغيبقاو هما بحال يلاه طايبين. المهم دابا غادي نقطعهم غادي نكورهم، وهانتوما غتشوفوا معايا هادوك اللي وريتكم في الاول، هادوك راه الزرارع، الزرارع اللي عندكم ديروهم. انا عندي تما زريعه الكتان، بوافو، البلبوله، شويه ديال السميده رقيقه، هادشي اللي عندي.
بغيتو ديرو الشوفان، بغيتو ديرو غير حاجه وحده اللي بغيتو ديرو. انا كل باكيطه كندير فيها حاجه باش اللي بغى شي حاجه كي ياخدها. صافي هانتوما غتشوفوا غنكورهم. العجينه راها زعما طارقه راسها، ماشي زعما شي حاجه اللي غادي تعذبكم في التكوار ولا شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا دغيا كورتهم صافي وغنخدمهم. ملي تكونوا كتخدموهم ما ديروش الفورس، غتخدموهم عادي. واخا العجينه غتجيكم شي شويه بحال هكا تلصق، غتخدموهم هكاك ما تزيدوهم لا طحين لا حتى شي حاجه. غنطلقها بالدله كنلويها. التلويه ديال الباكيطه راه بزاف الناس كيعرفوا ليها، راه زعما باينة الطريقه كيفاش دايره. غناخد واحد الطبسيل غندير فيه تقريبا واحد جوج معلقات ولا ثلاثه ديال الماء تقريبا، غندوز فيه الوجه ديال الباكيطه ديالنا وغادي نحطو هذاك الماء باش كيعطينا التحميره ديال الوجه، كيجيو محمرين بلا ما نديرو لا بيض لا حتى شي حاجه. وكيلصقوا دوك الزرار تيلصقوا، ما كيبقاوش كيطيحوا بزاف، واخا كيطيبوا كيبقاو لاصقين في الباكيط ديالنا. المهم انا غنستمر على هاد الطريقه اللي قلت لكم. المهم البنات هاد ثلاثه ديال الباكيطات غنديرهم بالبلوله ديال الشعير وواحد الحاجه. ملي تديروهم في الماء ما تخليهمش محطوطين بلا ما ترشوهم ديك الساعه، لان ملي كينشف داك الماء راه ما غاديش يلصق ليكم.
في البلاصه اللي درتو ليها الماء غادي ترشو عليها، ما تخليهاش محطوطه. هذيك دابا كندير لها السميده رقيقه، هذوك جوج درت فيهم الجزلان، وحده درت فيها زريعه الكتان والبلبوله. انا نوريكم الطريقه. البلبوله ماشي بحال، ماشي كترش، هذا البوافو، البوافو تا هو تيطرش ماشي مشكل، ولكن البلبوله ما يمكنلكش والا رشيتيها بحال الطريقه اللي درنا الزرارع ما غاديش تلصق. انا نوريكم كيفاش غندير ليها. غادي نطلق الكره ديالي عادي، وغادي نلويها البلبوله. غندير بحال غنفندها فيها، غادي نديرها فوق الرخامه. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه باش كتجي متلبسه لاصقه، ما كتح مخا كطيب ما كتحيدش نهائيا. المهم اللي شاف الفيديو حتى لهنايا كنتمنى تدعموني. الا شفتوا الفيديو الا عجبكم الفيديو من طبيعه الحال خليوا ليا جيم، واللي ما مابونيش يتابونا. ونتمنى الفيديو يعجبكم، ونتمنى نكون توفقت في الشرح. هنخليهم يخمروا المرة الأولى، ملي غيخمروا تشوفهم بداو تيطلعوا شي شويه، ماشي حتى يطلعوا في مره، غيطلعوا غير شي شويه. غنجبدوهم وغادي غنفلحهم بالموس. الا عندكم الزيزوار يكون حسن، انا ما عنديش، درت غير الموس. الا كان الزيزوار من الاحسن باش يجيو مفلحين مزيان. هانتوما كتشوفوا دابا راه خمروا نص خمره، راه شفتوا الحجم ديالهم بدا كيتضاعف. غنفلحهم بحال هكا بالموس، ونعاود نحطهم يعاودو يكملو الخمير ديالهم. عاد دابا ملي غنفلحهم غنشعل الفران باش يسخن، حيت دابا صافي دغيا غادي يطلعو، باش الفران يكون موجود. ما تخليهمش حتى يخمرو عاد تشعلو الفران باش ما تفوتش فيهم الخميره. غادي تطيبوهم في الفران، طيبوهم من التحت. الفران يكون مشغول على 180 درجه. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الطو، انا عندي ديال الطو، اللي عنده الفران ديال الغاز راه العافيه خصها تكون مهيله، ما تكونش العافيه مجهده، باش يطيبوا من الداخل ماشي يطيبوا من برا ويبقاو من الداخل خطرين. ملي يطيبوا من التحت غتهزوهم يتحمروا من الوجه ديالهم وصافي. هادشي اللي كاين، المهم ردوا بالكم العافيه وصافي، حيت انا راه تحمروا ليا شي شويه، واحد الطاوه تحمرت ليا شي شويه، سهيت عليها، كنت كان ندير حاجه اخرى وسهيت عليها نسيتها. هو ماشي مشكل، غير كاين اللي ما تيبغيش الباكيت هكاك محمر. المهم هذا هو الشكل ديالهم اللي خمروا. هانتوما كتشوفوا قداش ولاو الحجم ديالهم، راه تضاعف، راه زادوا في الحجم، وحتى ملي غيدخلوا الفران راه غادي يزيد مازال الحجم ديالهم، غادي يكبر على هكا. غندخلهم الفران، وهذا هو الشكل ديالهم. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو رطبين خاوين من الداخل. واحد الطاوة راه تحمرت ليا شي شويه، ربعات الباكيطات بقاو في اللون مزيان اللي كنبغيو، والاخرين تحمر غير شي شويه ماشي بزاف. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم، وتهلاو في راسكم.